شكرا. انا الحمد لله يعني كانت ثلاث مباريات كانوا صعبين جدا، وبالذات الماتش الاولاني عشان خاطر كنت قلقان وكده، بس الحمد لله كسبته، كان فرق كذا نقطة يعني، والحمد لله. الماتش التاني كان فرق نقطتين، كان صعب شوية، كنت طالع يعني كنت قاعد بجهز للفاينل بعد تعب، وكنت يعني الحمد لله اللي أنا وصلت للفاينل وفزت، وكنت فايز يعني الحمد لله بصعوبة شوية، بس كان فرق نقط، بس انا عشان تعبت يعني من الثلاث ماتشات وكده. الحمد لله ده كله بدي الفوز ده لرئيس الاتحاد كابتن عمرو سليم، والحاج احمد سلطان، واعضاء مجلس الاداره كابتن اياب جابر وكابتن حمده منير. بصراحه كانوا يعني كانوا سبورت قوي في دارنا، وكانوا واقفين في داره، وكانوا قاعدين بيشجعوني طول الثلاث ماتشات، والحمد لله برضو المنتخب الفرست وقف جنبنا كتير وكانوا بيساعدونا، والحمد لله اللي انا وصلت الفاينل وتأهلت لطوكيو، وشكرا. ان شاء الله انا هبدا اجهز لبطوله طوكيو 2020 الاولمبياد، ولازم ان انا اشد واتعب عشان خاطر اوصل، وان شاء الله ميداليه في الاولمبياد، ويعني ان شاء الله ده كله بفضل تعب المدربين معايا، اذا كان موجود في النادي ولا اذا كان هنا في المنتخب، ودعوات بابايا ومامتي على طول كانوا بيدعوا لي وواقفين في جنبي وكانوا بيشجعوني، وكمان ان شاء الله باذن الله هنعمل حاجه في الاولمبياد، وان شاء الله ده في الاولمبياد باذن الله.